حضارة الإغريق أو الحضارة اليونانية هو مصطلح يشير إلى الفترة التاريخية من 750 قبل الميلاد إلى 146 قبل الميلاد، والثقافة التي انتشرت فيها الحضارة اليونانية في البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا وآسيا مندمجة مع الثقافات المحلية. اهتم الإغريق اهتماما كبيرا بالعمارة وأقاموا معابد غاية في الروعة والإبداع، ومن أشهرها معبد البارثنون فوق تل الأكربول المشرف على المدينة، وخصص لعبادة الآلهة أثينا، وقد أقيم على قاعدة من الرخام تحيط به الأعمدة التي بلغ عددها في الواجهة 8 وعلى جانبين الطويلين 17. أراد اليونانيون تكوين أكبر إمبراطورية في تاريخ آسيا وأوروبا بعد الاستيلاء على الشرق فارس وبابل والهند والشام ومصر وشمال أفريقيا، وقد حقق ابنهم الإسكندر هذا الحلم. وفي مطلع القرن الرابع قبل الميلاد بدأ المقدونيون يؤثرون في أحداث الإغريق باليونان، ولا سيما بعد التنافس بين إسبرطة وأثينا، وكان الفرس يؤلبونهما ضد بعضهما، وكانت أثينا وقتها مدينة دولة مستقلة ولها برلمانها. وفي هذا العصر كانت الدعوة لتوحيد الإغريق والمقدونيين لمواجهة الخطر الفارسي. إن حضارة كالحضارة اليونانية القديمة والتي إلى الآن تعد حضارة قوة في زمن ما، كانت البناء الذي لولاه لم استطعنا إدراك علوم كثيرة، وإن أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين كانوا ينبوع أساس الفلسفة والعلوم الأخرى، وإن إدراك الظروف التي احتوتهم يعطينا مدارك كثيرة ومفيدة لتلك الأساطير، وحسب فهمهم في تلك الفترة كانت تمثل لهم الحياة ذاتها لأنها تفسر وتساعد الإنسان في فهم هذا العالم. ربما تكون وهم لنا الآن، لكنها كانت حياة عندهم في تلك الفترات.